جائزة المرأة في مجال أمن المعلومات على مستوى الشرق الأوسط اللي حضرتك حصلتي عليها مؤخراً، كلمينا عن هذه الجائزة. احنا عارفين طبعاً ومتابعين مشوار حضرتك من ساعة ما كنتي أستاذة في الجامعة ونائب وزير الاتصالات ثم عضو مجلس النواب، لكن الجائزة دي بتعني إيه وإيه أهميتها بالظبط؟ هي الجائزة دي الحقيقة جت مفاجأة. أنا لقيت يعني هذه المنظمة للرابطة للناس اللي هم في الأمن السيبراني في الشرق الأوسط، يعني دخلوا اسمي في منافسة مع مجموعة، وبعدين دخلت نهائي وحصلت على الجائزة. أنا ما كنتش عارفة، يعني أنا ما قدمتش عليها، فبالتالي كانت تعني ليا إن هم بيبصوا يعني في كل العالم وبيبصوا في مصر بالذات، فدي حاجة مفرحاني، لأنه في الأول وفي الآخر الجائزة دي جائزة لمصر مش ليا أنا شخصيا. الأمن السيبراني هو تخصصي، و يعني هو مجال أنا بحبه جدا، ومجال أعتقد إن هو مجال الساعة، خصوصا الفترة دي الدولة متوجهة ناحية التحول الرقمي، فبالتالي كل المعاملات هتبقى أونلاين، جزء يعني كجزء من التحول الرقمي، بالتالي تأمين الشبكات والمعلومات يعني قضية في منتهى الأهمية. فسعيدة بالجائزة دي ويعني بشكر ربنا. طب قولي لي يا دكتور، يعني زي ما حضرتك تفضلتي ان مصر اهتمامها بالرقمنة وتكنولوجيا المعلومات متزايد، وعندنا يعني ناس نابهين وشباب نابهين في هذا المجال، هل يعني ممكن نأمن المعلومات بنسبة 100%؟ يعني احنا مثلا لما جينا نأمن الوثائق وعملنا دار الوثائق المؤمنة، سيادة الرئيس قال 99.9 دايرة تقريبا تأمين الوثيقة، محدش يقدر يزور لا شهادة ولا ميلاد ولا وفاة ولا جواز ولا طلاق ولا تخرج ولا أرض ولا حجة. فهل أمن المعلومات دلوقتي أصبح أمن الأوطان؟ دلوقتي أصبحت الأوطان تخترق عن طريق المعلومات، فكيف نتقدم في هذا المجال وبنسبة قد إيه إحنا بالفعل على الأرض بنتقدم؟ الحقيقة يعني دي فرصة إن أنا ننهي نفسنا بمركز الوثائق المؤمنة، لأنه يعتبر نقلة بالنسبة لمصر، نقلة كبيرة جدا كنا منتظرينها، هيفرق معانا جدا في التعاملات في الفترة اللي جاية. وكل المشروعات اللي بتتم دي بتتم كأننا بنقول زي ما تكون أرضية علشان يتبني عليها حاجات جاية في المستقبل، وطبعا على رأسها التحول الرقمي. طبعا وجود وثائق مؤمنة كنا حاجة محتاجينها، ومعروف كده في علم أمن المعلومات إن علشان أعمل حوكمة أو عشان أضمن إنه الأمن يبقى مستتب، عندي 3 عناصر: عندي البشر، وعندي عملية التأمين نفسها، وعندي التكنولوجيا. التكنولوجيا أسهل حاجة فيهم الحقيقة، يعني يمكن أضعف نقطة في الموضوع ده هي نقطة البشر، لأنه اختراق أمن المعلومات بيتم عن طريق البشر. يعني ممكن نلاقي ببساطة جدا حد بيدي الباسورد بتاعته لحد تاني يقول له معلش شوف لي حسابي في البنك كام، بتحصل. فبالتالي ما لم يتم تنمية البشر تنمية صحيحة وتدريبهم على أمن المعلومات، ويمكن شفنا الفترة الجاية اللي فاتت، أقصد البنوك كانت بتبعت رسائل على الموبايل علشان الناس ما تديش أي بيانات ولا معلومات، لأنه كانت حصلت حوادث كتيرة الفترة اللي فاتت في مجال البنوك. فبالتالي التنمية البشرية والاهتمام بتوعية البشر بأهمية أمن المعلومات وبإيه الاحتياطات اللي لازم ياخدوها، هي دي أهم نقطة أكتر من التكنولوجيا. شخصيا التكنولوجيا أمرها يعني بسيط.